صراحه انا كان جاي عروض اصلا قبل ما يعني قبل ما موجود في القطاع، كان جاي عروض انا امسك فرق درجه ثانيه مدير فني، وكان جاي كان بيجي لي عروض وانا شغال مع كابتن يوسف اصلا في بتروجيت، واول ما رجعت من العراق وهو في حاجات كان عارفها وفي حاجات ما يعرفهاش، فمش لازم كل حاجه يعني يعني طالما خلاص حاجه مش هاخد فيها خطوات، ما بحبش انا اعمل الضغوط على حد وانا شغال معايا بس. وحتى الفتره اللي انا جات فيها الاهلي دي انا كان جاي لي عروض ان انا اشتغل بره، وبصراحة وكنت ميال لده، بس في ناس يعني في اتنين ليهم يعني ليهم معزة كبيرة عندي وأصحاب قرار في كابتن يعني، عبد الصديق ومين؟ وكابتن حمد يوسف، هما بصراحة يعني ليهم دور كبير إن أنا موجود وموجود في القطاع، الكابتن عبد الصديق عامل مشترك بيننا، خلي بالك. فمع مع مشترك مع ناس كتير قوي بصراحة، راجل محترم ده حاجة تحفة، حاجة جميلة جدا. ومثال يحتذى بيه في إذا كان في الشغل او بره الشغل، اذا كان على المستوى الانساني يعني، واذا حاجة كان في شغله راجل فاهم وللأسف شغله. طالما أنت فتحت السيرة بقى بتاعت الكابتن علي عبد الصديق، يعني للأسف هو راجل عديم الحديث في الإعلام، مش هقول قليل الحديث، مش للاسف عشان كده دايما مش واخد حقه، بس خد لكن بالك هو هو حاجة مع الوقت احنا برضه اتعلمنا حاجات، اتعلمنا حاجه ان انت مع الوقت ممكن تكون ما بتاخدش حقك على طول، بس على المدى البعيد بتاخد حقك. ربنا بيرجعه لك. بتاخد حقك، و بالظبط بدليل ان كابتن علاء موجود في بالظبط لجنه بالظبط الكوره بالظبط. ومع الكوكبه الكبار النجوم الكبار اللي موجودين، فدي حاجه حق ليه. وطبعا كابتن يوسف، طبعا كابتن يوسف ليه دور كبير ان انا موجود في القطاع، وان انا بصراحه ما كنتش عايز اخد الخطوه ان انا اشتغل مدير فني في الناشئين، ولكن يعني كله ان انا ده بيتي وده بيتي وانا طبعا مقتنع بده، ولو مش مقتنع يعني مش هاخد الخطوه. لا مقتنع، بس لما اتنين كبار يزكوها لك كمان بتبقى الامور بتبقى فيها أحسن شوية، بتبقى أنت مستريح نفسيا.